السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا وياكم إلى المحاضرة رقم 20. هذه المحاضرة تحكي على أنواع الإكسايتر المعروفة. طبعا أنواع الإكسايتر هواي، اللي هو المثير. هذا الإكسايتر هو عبارة عن جهاز، كما عرفناه عبارة عن جهاز شغلته يتحك تبني بمقدار تيار ملفات المين. أنا عندي الجنراتر أو الألترنيتر مالتي مولد الطاقة الكهربائية بجزئين، ستيتر وروتر. الستيتر ملفات 3 فيسز تعطيني فولتية متولدة، والروتر لا بمجال مغناطيسي. هذا المجال المغناطيسي أو الأقطاب المغناطيسية عبارة عن ملفات زائد تيار دي سي يدخل إلى هذه الملفات. فأنا إذا أريد أتحكم بالفولتية المتولدة لازم أتحكم بمقدار الفيض. شلون أتحكم بمقدار الفيض اللي يمر إلى الملفات مال المين فيلد أو مال جزء الدوار؟ من خلال الإكسايتر المثير. زين، بالبداية أول نوع هو البرش إكسايتر. هذا البرش إكسايتر هو إكسايتر بفرش كربونية زائد حلقات انزلاق. فرش كربونية زائد حلقات انزلاق، شنو المقصد معتها؟ أنا عندي دائرة كهربائية خارجية تعطيني تيار دي سي. هذا التيار دي سي وين يدخل؟ إلى ملفات الروتر. فشون يتوصل بين دائرة خارجية وملفات الروتر؟ سبق وإن قلنا حتى أربط بين أو أوصل كهربائيا بين ملفات خارجية أو دائرة خارجية وملفات روتر لازم عندي شنو؟ حلقات انزلاق الدور ويا جزء الدوار. هذه حلقات انزلاق، هذه حلقات انزلاق هالشكل. الدور ويا من؟ ويا ملفات جزء الدوار. هذا الدوار أو ويا جزء الدوار، هذا الشفت، هذا الشفت، هذا الجزء الدوار اللي هو ايرون كور زائد شفت زائد كويز. وهي حلقات انزلاق مربوطه ويا من وين؟ ملفات، ربط كهربائي لكن معزوله عزل الكهربائي عن الشفت. زين، بعد زائد فحمات او البرشز الفرش الكربونيه اللي تقعد بقاعده وين؟ على الستيتر، يعني بيها ثابته ما راح تفتر، بس في حاله تماس ويا من؟ ويا السليب رينز، حلقات الانزلاق، بحيث يجي التيار مثلا هنا يجي الجهد الموجب عن طريق هذا البرش. زين، والتماس سوي هذا السبرينج يروح للملفات ويرجع النوب التيار عن طريق السبرينج رقم 2 ويرجع الى البرش السالبه ويرجع لمن؟ المصدر الدي سي الخارجي. فبهاي الطريقه راح تربط بين دائره كهربائيه خارجيه اللي هو الاي في ار منظم الجهد الاوتوماتيكي يعطيني تيار دي سي ويا من؟ ويا دائره او ملفات جزء الدوار اللي هو المين فيلد. اذا هنا عندي مولد واحد اللي هو الالترنيتر مات الرئيسي، لان راح نشوف بالانواع الاخرى لا عندي مولدات اضافيه اخرى. هذا النوع من الاكسايتر كما مذكور هنا، this type depending on either remaining magnetism. هذا النوع من الاكسايتر يعتمد على المغناطيسيه المتبقيه. وين هاي المغناطيسيه المتبقيه؟ in rotor iron core، يعني القلب الحديد مال الروتر، وبعدين راح نشوف توصل اور سمول بيرمننت ماجنتيزم. شلون اوضح لك هاي الفكره؟ خلينا نشوف هذا الرسم. هذا الرسم هذا من نوع البرش. هذا المين فيلد او الروتر الرئيسي مال الالترنيتر. انا ما عندي فقط مولد واحد. شوف هذا قلب كون من ايرون كور زائد ملف. كم قطب به؟ عدد الاقطاب. هذا قطبين 3 4، اربع اقطاب به. زين، هذه الاقطاب تتبقى بها مغناطيسيه بعد ما يشتغل المولد اول مره. زين، ويولد فولتيه. من اطفيه، من اسوي له شت داون او اطفيه، ايش راح يصير؟ راح تبقى هنا مغناطيسيه متبقيه. نسوي له يعني سويتش اوف، اطفيه، تبقى مغناطيس او مغناطيسيه متبقيه وين؟ هاي الاقطاب الحديديه. زين، واكو نوع اخر لا، يخلي هنا بالمنتصف مال القلب، كل قلب حديدي مال اي قطب من الاقطاب. زين، بالمنتصف فمغانط دائميه، مغانط دائميه، بحيث فقط يعني فقد المغناطيسيه بالقلب، ما فقدها ما يعتمد عليه، يعتمد عليه من؟ على المغناطيسيه. زين، الدائمية الموجودة وين؟ في منتصف كل قطب. بس خلي ببالك معلومة،
هذا القطب مثلا يكون دائما شمالي، وتكون بمناطق متبقية أيضا شمالي، والقطب الآخر دائما جنوبي. لذلك إذا فقد المغناطيسية، مثلا الموت تركته فترة سنة زمان أنا ما مشغله، إذا ما بي مغانط دائمية راح يفقد المغناطيسية مالته. زين شلون نعيدها إليه؟ ما راح يصير توليد، نعيدها من خلال نطيب من مصدر دي سي خارجي، مثلا بطارية زين أو مصدر دي سي، بس لازم نطيب نفس القطبية. مثلا البرش الموجود على هذا السبرينج مثلا موجبة وهذا الثاني سالبة، لازم نحط أو نربط الطرف الموجب من المصدر المن إلى البرشز الموجبة، والطرف السالب المصدر إلى البرشز السالبة. ليش؟ حتى لا يعكس القطبيات، لا يعكس القطبيات، خاصة إذا يعني شو نقول، إذا بي مغناطيسية ضعيفة رحنا أنا رح تعاكسها. فدائما يكون الربط مالت من المصدر الخارجي نفس القطبية يعني اللي كان يأخذها من يعني المغناطيسية كان يأخذها من الأي في آر، ما يختلف يعني البلاس وير البلاس والماينس وير الماينس ما راح تخالفهم. هذا اذا شنو على المغناطيسيه المتبقيه. اما اذا دائميه يعني باقطاب دائميه او مغانط دائميه فما يحتاج لها عمليه، حتى لو بقى ورا سنه راح تبقى بمغناطيسيه ما عندي بمشكله. فقلنا انه عندنا نوعين من المغناطيسيه، قد تكون متبقيه قد يكون لا اقطاب دائميه ثابته موجوده وين في منتصف قلب كل قطب، وايضا بنفس القطبيه دائما. يعني مثلا هذا شمالي لازم القطب الدائم من اخليه ايضا يكون شنو نان الشمالي، مو مخالف المن للفيض المغناطيسي مات الملف، لازم بنفس القطبيه، هذا المقصود به. زين ناش راح يصير؟ هذا هو الجزء الدوار مثل ما قلنا، هذا الجزء الدوار قد يكون به مغانط دائميه قد يكون شنو مغناطيسي متبقيه. شنو استفاد منه سواء كان بمغانط صغيره دائميه او مغناطيسية متبقية، شنو استفاد من هذه الحالة؟ ما راح يدور هذا الجزء الدوار ويا من ويا الانجن، راح يدور وياه عن طريق هذا الشفت. شو راح يصير؟ هذه المغناطيسية المتبقية راح تقطع ملفات الثري فيزز الموجودة وين بالستيتر، فراح تتولد عندي فولتية اي سي بس قليلة مقدارها قليل. شو راح يصير بيها؟ فولتية الاي سي الخارج على الاطراف مالت من مالت الالترنيتر مالتي اللي هي فولتية اي سي صغيرة، راح تجي الى هذا الجهاز اللي هو الاي في ار. زين حسب الربط مالته، اكو بيهن يربط 3 فيز ياخذ ثلاث ادوار، ممكن ياخذ لا سنجل فيز الى اخره، باطراف اي سي باطراف دي سي. الاطراف الاي سي من تجي من اطراف الالترنيتر اللي هي المولد مالت الخارجه الاي سي، تجي فولتية اي سي صغيره تمر بهذا الاي في ار تخرج فولتية دي سي ايضا نسبيا صغيره، وين تروح هاي فولتية دي سي الخارجه من عنده؟ ترجع مرة ثانية عن طريق البرشز والسليبرينج لما ترجع للملفات الموجودة وين؟ بالجزء الدوار. هالمرة شنو صار عندي؟ لا تيار دي سي، وصار عندي مغناطيس أو مغنطة عن أو أقطاب مغناطيسية عن طريق شنو؟ الملفات الكويس، مو عن طريق المغناطيسية المتبقية أو المغانط الصغيرة الدائمية. فراح يصير هنا الفيض المغناطيسي راح يتعزز، يزيد مقداره. من يزيد مقداره راح يزيد مقدار فولتية الأي سي وين متولدة؟ على أطراف الستيتر اللي هو الاي سي يعني المتولده. من تزداد ترجع لهذا الجهاز فولتية اي سي اكبر راح يزداد مقدار الدي سي، وهالشكل فيبدا المغناطيس او المغنطه تزداد هنا، او الفيض المغناطيسي اللي هو سينكرونس ماجنتيك فيلد راح يزداد. من يزداد تزداد فولتية الاي سي المتولده وهالشكل الى ان اوصل الى الفولتية المقننه للثري فيز الخارجه، وراح تجي لهذا الاي بي ار. الاي بي ار راح تحسس اذا شافها ضمن المقننه راح ايش يسوي؟ يثبت لي مقدار الفولتيه دي سي الخارج او تيار الدي سي الخارج من عنده، فيخلي شنو المغانط ثابته او الفيض المغناطيسي ثابت المقدار، يثبته على مقدار معين. وراح ايش راح يصير؟ من احمل الالترنيتر احمل عليه حمل، ايش راح يصير؟ راح تبدا فولتيته تقل، الاي في ار راح تحسس فولتيه قلت راح يزيد التيار، ونفس الحاله عندما اقل الاحمال يزيد الفولتيه راح يتحسس هذا الاي في ار الفولتيه الاي سي انه تزداد فيقل التيار الدي سي اللي راح من عن طريق المن للبرشز وبالتالي الى المين فيلد. وهالشكل هالشكل تحدث العمليه مال التوليد بهذا النوع. زين فهنا ذاكر when the small excitation magnetic field cuts the stator coils، يعني هذا المغناطيسيه المتبقيه القليله او من الاقطاب المغانط الدائميه الصغيره، a small AC voltage generate
عند الستيتر كوز، يعني معناته راح تولع الديفولتي اي سي وين بالستيتر، لكن تكون شنو صغيره. The small AC voltage is converted into DC voltage by AVR. وقلنا هاي الفولتية الأي سي الصغيرة تحول إلى DC عن طريق الأي في آر، هذا جهاز الأي في آر. من يستلمها من الستيتر؟ يحول إلى شنو DC؟ The DC voltage uses to feed main field of generator. يعني هاي الفولتية DC الخارجة من عنده راح أجهز بها شنو المين فيلد أو السنكرونس فيلد اللي بالروتر مالتي، يعني يجهز لي ملفات الروتر. فايش راح يصير؟ طبعا هاي الشيء يكون باي يوزنج بريشز اسمبلي اند سليب رينز، عن طريق شنو الفحمات او البريشز، احنا نسميه بالعاميه الفحمات يعني بالسوق، او البريشز الفرش الكربونيه تسميه العلميه، وحلقات الانزلاق لهذا الشكل الدائري. زين المن الجزء الدوار حتى عزز شنو الفيض المغناطيسي مالتي الى ان اوصل الى الفولتيه الاي سي المتولده ضمن المقننة. راح شو يسوي الاي في ار؟ يثبت مقدار الدي سي المار وين بالجزء الدوار، هذا النوع اللي هو البرش. طبعا اكو بعد يعني شو نقول اكسايتر من انواع اخرى ايضا تكون بها برشز فرش كربونية، بس هذا نوع من الانواع. وطبعا مثل ما قلت لكم هواي اكو انواع، بس حاليا احنا على المصدر مالتنا. زين هنا انا بس اريدك تشوف هذا الفرش الكربونية، هذا مجمع من المجامع. هذا بحيث يصير أول شيء هذا يثبت وين على الجزء الدوار، العفو الثابت، يعني البرش غير متحركة، بس مجرد في حالة تماس ويا من ويا السليبرينجز اللي هي دوارة. يعني هنا عنده جزئين هذا المجمع كله، جزء دوار اللي هو حلقات الانزلاق، وجزء ثابت اللي هو البرش، بحيث يجي التيار من الاي في ار إلى الفرش الكربونية الثابتة بالستيتر عن طريق التماس ويا السليبرينج، راح يروح وين الملفات ويرجع مره ثانيه عن طريق السليبرينج رقم 2 الى البرش السالبه ويرجع مره ثانيه للاي في ار وهالشكل. زين وهذا الفرش الكربوني، شوف هذا العفو السليبرينجز، هذا هاي وحده وهذا الثانيه. زين يعني وحده دخول التيار والثانيه خروج التيار. هذا هسه شوف هنا هذا جزء دوار، هذا جزء يدور، طبعا هذا الفان تبريد، هذا السليبرينج بالسليبرينج رقم 2، هذا من المعزولات كهربائيين عن شفت الدوار، ومعزولات واحدة عن الثانية، لأن هذا إني أطراف توصيل، فواحدة راح تلقاها موجبة والثانية شنو؟ سالبة، وهاي البرشز اللي مثبتة وين؟ بالجزء الستيتر، يعني ما متحركة، وبينات التماس وعن طريق التماس ينتقل التيار، زين يروح وين؟ إلى ملفات الجزء الدوار، ويرجع مرة ثانية إلى البرش رقم 2، وهالشكل، ويروح للأي في آر، يرجع مرة ثانية يكمل الدورة مالته. هذا كل ما في هذا النوع، كل ما في هذا النوع، ما عندنا في شيء آخر. وصلنا إلى البريشلس إكسايتر. البريشلس إكسايتر هو المثير الذي لا يحتوي على فرش كربوني وحلقات انزلاق، يعني جزء الدوار مالته والجزء الثابت من الدائرة مالته ما بيناتن اي ربط عن طريق سليبرينجز او فرش كربونيه. النوع الاول من عنده هو سيلف اكسايتد، المثير ذاتيا او المثار ذاتيا. The brushless exciter is a second small generator mounted inside the main generator. يعني هو عباره عن مولد ثاني صغير هم اي سي. زين يعني هذا هسه شوف نار هو المين جنريتر، نقربها شويه، هذا الصورة مالته. عندي هذا المولد هو المين جنريتر اللي يتكون من روتر جزء دوار بين الملفات الكويس اللي تعطينا اقطاب مالت المين فيلد او السانكرونس ماجنتيك فيلد. وعندي هذا الجنريتر ثاني ايضا اي سي. شلون يعمل هذا المولد؟ هذا المين جنريتر بإثارة متبقية او فيض مغناطيسي متبقي وين بالجزء الدوار مالته بالاقطاب الحديديه مالته. زين او تكون مغامره صغر الى اخره. من يفتر بالبدايه؟ طبعا هذا المولدات اثنيناتها راح يفترن سوا لانه على شفت واحد ومربوطات ميكانيكيا ويا من؟ ويا الانجن ويا المحرك الميكانيكي. فمن يفتر محرك ميكانيكي يشوف هذا الجزء الدوار اللي تابع الى شنو؟ الاكسايتر، يعني هذا الجنريتر الصغير، والجزء الدوار الى هذا المين فيلد او السانكروناس فيلد او الروتر مال الجنريتر الرئيسي مالتي، المولد مالتي اللي هو الالترنيتر مالتي.
زين ما راح يدورن. هذا بيفيض مناطق متبقي راح يعطيني شنو؟ فولتية اي سي صغيرة على من؟ على اطراف الثري فيز بالستيتر مالته. هذا الجزء الثابت، هذا هو الجزء الثابت مالته، هذا مكتوب عليه اي سي ستيتر، فراح يعطيني فولتية اي سي صغيرة. هاي الفولتية اي سي صغيرة عن طريق دائرة الاي في ار، هذه دائرة الاي في ار، دائرة الكترونية. تاخذ هاي الفولتية الاي سي تحولها الى دي سي على هذين الاطراف، هذا الطرف وهذا طرف اخر. هذه الفولتية الاي سي تعطي التيار الدي سي مالته او فولتية دي سي، تجهز بمن؟ ملفات الستيتر مال المولد الصغير. ملفات الستيتر مالته يعني مرتبة تعطيني اقطاب مغناطيسية من تيار دي سي. يعني هنا التوليد ما راح يصير بالستيتر، راح وين يصير التوليد مالته؟ بالروتر. الروتر مالته ملفوف بشكل 3 فيزز، يعني لف مال روتر ثلاثي الاطوار. فهذا الروتر مالته من راح يدور يقطع ملفات الفيض المغناطيسي للتيار الدي سي او للاقطاب، راح تتولد به فولتيه 3 فيز اي سي. زين هذه الفولتيه 3 فيز اي سي وين؟ داخل الجزء الدوار، يعني معناتها جاي يدور ويا من؟ ويا الشفت مالتي. زين عند هنا طبله مال الدايودات 3 فيزز ايضا موجوده وين؟ على الشفت. هاي طبله يعني تدور وياه، يعني هذا الجزء الدوار 3 فيزز راح يربط ويا من؟ ويا الرتفاير ايضا الدوار، هذا الرتفاير دوار. فانا ما احتاج لا فحمات ولا سليبرينز ولا الى اخره، ربطت هذا الجزء الدوار الى الطبله مال الدايودات اللي هي تدور وياه بنفس اللحظه، فما احتاج بعد اي حلقات انزلاق. والخارج مالتهن هذا طرف وهذا الطرف الثاني من الركتفاير، وين يروح؟ يروح ايضا الى الجزء الدوار مال من؟ مال ملفات او اخطاب جزء الدوار للمين جنريتر، حتى تعطيني شنو؟ المين فيلد او السنكرونس فيلد، فيض التزامني الدوار. ايش راح يصير؟ راح نبي نضاعف الفيض المغناطيسي، تضاعف الفولتيه الخارج هنا، ترجع تضاعف مقدار الدي سي، تضاعف الاثاره مال الاكسايتر، تضاعف الفولتيه الاي سي مالته، ترجع هنا ايضا تضاعف الدي سي الاخر الى ان توصل ايمن الى الفولتيه المقننه. مثلا لو فرضنا الفولتيه المقننه بين الاطراف لاين تو لاين 400 فولت. هنا ايش راح يسوي الاي في ار؟ راح يثبت الفولتيه الدي سي الخارجه. زين؟ نثبته يثبت مقدار الفيض المغناطيسي للتيار الدي سي الموجود وين؟ بالستيتر مال من؟ مال المولد مال الاكسايتر. من يثبت مقدار الدي سي تثبت مقدار الاي سي المتولده وين؟ بالروتر. تثبت مقدار فولتيه الدي سي، زين يثبت مقدار الفيض الدوار التزامني، تثبت الفولتيه الاي سي الخارج وهالشكل. فهذا اللي هو السلف اكسايتيشن او سلف اكسايتد، يعني معناتها هو يثير نفسه على اثار شنو؟ او على اثر ما تبقى من المغناطيسيه او فد مغناطيسيه، بس هنا يعتمد على المغناطيسيه المتبقيه. بهاي الحاله شنو اللي صار؟ انه هو بدا باثاره نفسه وطاني فولتي اي سي صغيره، واستفاديت من هاي الفولتي الاي سي صغيره، طبت على الاي في ار، الاي في ار شغلته هو اوتوماتيك فولتج جنريتر، يعطينا فولتي دي سي يتحكم بيها، ومن يتحكم بيها يتحكم بمقدار تيار دي سي بملفات الاقطاب الثابته مال الاكسايتر، وبالتالي يتحكم بالاي سي المتولده ببطنه. هنا شنو الفكره؟ استخدم بدل ما من الاي في ار المن الى حلقات انزلاق دواره وفرش كربونيه، ويغذي شنو؟ الملف مال الميل فيلد مال الجنريتر مال الالترنيتر. هنا سوى لا، استخدم مولد ثاني بحيث حول هاي الفولتيه دي سي الى فولتيه اي سي وين؟ بهذا المولد الصغير. طبعا هذا المولد الصغير مربوط ربط ميكانيكي ويعمل ويا المولد الكبير، بحيث الستيتر ثابت مثل ما الستيتر مالته هذا ثابت، والروتر مالته مربوط الى الشفت الدوار مال الانجن مثل هذا ما مربوط الى شنو؟ الشفت الدوار مال الانجن، يعني شنو؟ على خط دوار واحد على نفس الشفت. زين وبيناتهم شنو؟ الربط بين هذا الاي سي المتولد بالروتر وبين الدي سي الموجود بهذا الروتر، الربط بيناتهم هذا الريكتفاير ايضا دوار، يسمونها طبله مع الدايودات. زين هذا فت بورد بي مجموعه دايودات، يعني الريكتفاير يحول الاي سي الى دي سي ويغذي ملفات المين فيلد ويضاعف لي او يعزز الفيض المغناطيسي، وبالتالي يرفع من مقدار فولتيه الاي سي متولده. الفكره شنو؟ مثل ما قلت لكم، قلت لكم احنا بالنسبه عدد الدورات لازم تكون ثابته على مود يثبت التردد، فشلون اتحكم بالفولتيه المتولده؟
من خلال التحكم بمن؟ بمقدار الفيلد اللي عندي وين موجود بالملفات او باقطاب الجزء الدوار. هذه الفكره مالته. هذا هو اللي هو سيلف اكسايتد برشلس اكسايتر. زين هذا النوع. Now the collector with the small AC voltage which is appeared on main generator leads converted into DC voltage. يعني الفولتية الأيس الصغيرة اللي على أطراف هذا الجنراتر مات الرئيسي راح تتحول إلى شنو؟ إلى فولتية DC عن طريق من؟ عن طريق الـ AVR. DC voltage used to feed or feed main field coils of exciting generator. هذه فولتية دي سي الخارجة راح تغذي لي ملفات المجال المن اللي طبعا اللي موجودة بالستيتر هنا ملفات المجال وين موجودة بالستيتر وليس بالروتر مات من مال اكسايتر. هذه الفولتية دي سي راح شي يسوي تقطعها موصلات شنو الجزء الدوار مال اكسايتر تحول الى شنو 3 فيز. A 3 فيز اي سي voltage which is generated in rotor coils of exciter. يعني هنا راح تولع عند الفولتية شنو 3 phase AC is converted يعني تحولت إلى شنو into DC voltage by rectifier board to feed main field winding. هذه الفولتية AC اللي هنا المحتثة المتولدة يعني هذا الجنريتر بس وين يولد؟ يولد بالجزء الدوار مالته. هاي راح تحول إلى DC من خلال هذا البورد rectifier وبالتالي أحولها إلى DC تغذي لي المين فيلد. بالنتيجة هذا راح يعزز الفيض المغناطيسي الدوار اللي هو سانكرونس ماجنتيك فيلد وبالتالي يرفع المقدار شنو فولتي اي سي. ناش راح يصير لو فرضا فرضيه انه استقرت الفولتيه لاين تو لاين 400 وبدا يزيد عند الحمل زين وبدات الفولتيه على الاطراف تقل ايش راح يسوي الاي في ار؟ راح يرفع مقدار الدي سي مره ثانيه الى ان ترجع مره ثانيه ل 400 واذا بالعكس قلت الاحمال مالتي راح يرجع مره ثانيه من يعني ترتفع الفولتيه يرجع مره ثانيه يقلل الدي سي الى ان يثبتها عند ال 400. فهذا الاي في ار شنو شغلته؟ اول شيء ياخذ فولتيه راجع الاي سي يحولها الى دي سي يعزز من عندها الاكسايتر هاي واحده. ثانيا ينظمني يتحسس الفولتيه الخارجه بحيث ينظمها دائما عند الفولتيه المقننه. زين هذا شغلة الاي في ار. هنا ملاحظه هذا شنو؟ هذا للعلم مو متسعات ترى هذا كونتاكت. خاف واحد يشوفه يتراوله متسعات. هذا كونتاكت وهذا فيوز. زين هذا فيوزات. يعني هو عادة الفيوز واحد يستخدم إلى آخره. فهذا نوع السيلف إكسايتد. خلينا نشوف النوع الآخر. ها هاي دائرة أيضا أخرى للسيلف إكسايتد. هذا إكسايتر. هاي ملفات الستيتر مالته اللي هو ملفات الإثارة مالت من مال الإكسايتر أو الجنريتر الصغير. يحول بالجزء الدوار إلى أي سي، الأي سي يروح إلى ركتفاير، هاي طبل الدوارة روتيتنج ركتفاير. وبالتالي وين يتحول؟ يتحول الى دي سي في ملفات الروتر مال الميلفيلد اللي هو الجنريتر مالت الرئيسي او الالترنيتر. مثل ما قلنا هنا عندي مولدات اثنين، واحد الالترنيتر مالتي والثاني اكسايتر. بعدين يتحول الى اي سي وين؟ بالستيتر الثري فيز اللي هو الاوتبوت مالتي ويرجع مره ثانيه للاي في ار والاي في ار ينظمني تيار الاكسايتيشن مالت من؟ مال الاكسايتر. هالشكل. خلينا نشوف النوع الاخر اللي هو سيباريتلي اكسايتد اكسايتر. هذا شنو فرقه عن السابق؟ هذا ما راح تكون اثارته من المتبقيه. هذا به ثلاث مولدات بس اريدك تنتبه للمخطط هذا. عندي كم مولد؟ ثلاثه. هذا اسمه البي ام جي، هسه بعدين نشوف شنو البي ام جي. وهذا المولد الصغير الاكسايتر نفس المثال السابق اللي عندنا. وهذه طبله الدايودات اللي هو روتيتنج ريكتيفاير. وهذا المين جنريتر مالتي اللي يعطيني الاي سي 3 فيز اللي انا اريدها. اذا كم ولد عندي صار؟ ثلاثه، واحد لهذا البي ام جي، اثنين الاكسايتر، ثلاثه المين جنريتر مالتي. قبل لا ندخل بتفاصيل القراءه مالتي خلينا نشوف او خلينا نقرا عن البي ام جي. This generator contains a rotor with permanent magnets which is used to generate AC voltage in the stator winding. which is converted into DC voltage through the AVR. يقول هذا المولد الجزء الدوار مالته هو يسموه BMG. البي هي permanent ثابت وM magnets. هذا الروتر الجزء الدوار شوف هذا الجزء الدوار طبعا كلهم على شفت واحد مربوطات بالانجن وهذا بالمناسبه
شو اسمه فان تبريد. المهم هذا الشفت مربوط المل الانجن ومر بين ثلاثة مولدات، يعني الأجزاء الدوارة مالتنا ثلاثة هليكوبترين سوا مع الريكتفاير، كل هليكوبترين سوا يدورن بنفس السرعة اللي هي دورة المحرك الميكانيكي أو حسب إذا عندي جير بوكس. المهم هذا البي ام جي الجزء الدوار مالته بمغانط دائمية بيرمننت ماجنت، مغانط دائمية، بينما الستيتر مالته مال بي ام جي بملفات، فستولد بفولتية 3 فيز من خلال شنو؟ من خلال شنو؟ الفيض المغناطيسي الدائمي، ايضا باقطاب. مثلا لو فرضنا هذا بي 4 اقطاب، هذا الستيتر راح يكون بي 4 اقطاب بس 3 فيز، هذا دي سي اعتبار مثل الدي سي يعني ثابت بيرمننت مغناطيسيه دائميه. زين فراح يتولد شيء بي 3 فيز، هاي الفولتيه اللي طالعه من الستيتر مال المولد البي ام جي وين تروح؟ تروح للاي في ار. زين تروح لمن؟ للاي في ار، تدخل للاي في ار. طبعا الاي في ار شو يمر بيه؟ يمر بي الخرج مالت من مال البي ام جي زاد الاطراف شنو من خلال ترانسفورمر اللي وين موجوده على اطراف هذا المولد الثري فيز الرئيسي مالتي. شنو اللي راح يسوي من خلال الفولتيه جايته من المين جنريتر؟ شوف ايش قد مقدار الفولتيه، ايش قد مقدار الفولتيه، هل هي زياده نقصان بها الى اخره، على اثره ياخذ ايضا فولتيه الثري فيز ضابه الى مين من البي ام جي فولتيه المين بس على مود يتحسس الفولتيه مالت الخارجه هل هي قليله او كبيره، يعني زياده او نظاميه يعني ضمن الريتد. المهم على اثرها ياخذ الثري فيز الخارجه من البي ام جي يحولها على دي سي، الى دي سي، بحيث اذا الفولتيه مال الثري فيز مالت الخارجه اللي هي مال المين جنريتر هذا اذا قليله راح يحول من هنا من هذا الثري فيز الى دي سي اعلى. زين واذا كبيره اكبر يعني من المقنن راح يقلل دي سي الخارج اللي ماخذه مين من الاي سي مال البي ام جي، يعني بيقص ياخذ هذا البي ام جي 3 فيز حوله الى شنو دي سي، بس مقدار الدي سي يعتمد عليه من على الفولتيه مالت من خارجه مالت مين من المين جنريتر حتى ينظم الفولتيه الخارجه. المهم يعني هذا بس للتحسس ياخذ من المولد الرئيسي، اما من البي ام جي يحوله الى دي سي. هاي الدي سي وين تروح؟ تروح الى الاكسايتر مالت المولد الصغير. هذا الاكسايتر مثل ما قلنا الاستيتر مالته شنو دي سي وليس اي سي، يعطيني اقطاب دي سي، وايضا اذا اربع اقطاب فالروتر مالته اربع اقطاب، واذا ثلاث اقطاب العفو قطبين قطبين هالشكل. زين المهم ايش راح يسوي؟ راح يحول او يولد الفولتيه 3 فيز مثل الحاله السابقه. هاي الفولتيه 3 فيز وين تروح؟ الى الركتفاير الطبله الدواره، حتى بعد لا سليب رينجز لا برشز الى اخره. الخارج الدي سي وين يروح؟ الى المين، الى المين فيلد او الكويز مال مين فيلد او ملفات او اقطاب الجزء الدوار مال جنريتر مالتي، حتى يعزز لي شنو السينكرونس ماجنتيك فيلد الفيض المغناطيسي التزامني. بالتالي ايش راح يولد 3 فيز اي سي وين؟ بالستيتر. هذا هو المين جنريتر مالتي. هذا قلنا الفولتيه مالته وين تروح؟ للاي في ار. الاي في ار راح يشوف هل الفولتيه قليله راح يصعد الدي سي الماخذه مين او اللي محوله مين من البي ام جي، يعني هذا البي ام جي شنو شغلته؟ يعطيني فولتيه 3 فيز احولها الى دي سي حتى شنو؟ اسوي بها اكسايتيشن، يعني ازود بها اكسايتيشن. هنا الاكسايتيشن سابقا مين ياخذ؟ ماخذ من الفولتيه الاي سي راجعه مين؟ من المين جنريتر. هالمره لا ياخذ مين؟ من فولتيه البي ام جي 3 فيز يعني اي سي حولها الى دي سي، يزيد الاثاره مالتي اذا الفولتيه مثل قليله يزيد الاثاره مالتي، يزيد فولتيه الاي سي المتولد هنا، يزيد الفولتيه الدي سي الخارجه من الريكتفاير، يزيد هنا شنو؟ المين فيلد، وبالتالي يزيد الفولتيه. ترتفع فولتيه الاي سي نفس الحاله، تشيك يشوفها بعدها تحتاج يرفع فولتيه دي سي اللي محولها مين من البي ام جي، وهالشكل الى ان يوصل الفولتيه المقننه. من يوصل الفولتيه المقننه ايش راح يسوي؟ كميه الدي سي الخارجه اللي محولها من الاي سي مال بي ام جي راح يثبتها حتى يثبت شنو الاثاره مال من مال الاكسايتر، وبالتالي ينظم لي الفولتيه وهالشكل. فهنا بعد ما يعتمد على شيء اسمه مثلا فولتيه متبقيه وما شكل، لا عندي مولد ثالث ياخذ قدرته من خلال الحركه الدورانيه وخلال اقطاب دائميه، يعطيني 3 فيسز او سنجل بالاخر، المهم يعطيني اي سي وعلى اثره يتحول الى دي سي عن طريق الاي في ار اللي هو الاوتوماتيك فولتج ريجليتر. هذا شغله. شوف هسه شو قال نوب، ذا اي في ارز دي سي اوت بوت الخارج من الاي في ار الدي سي فولتيه دي سي خارج من الاي في ار از فيد انتو ذا ستيتر وايندنج اللي هو فيلد وايندنج اوف اكسايتر اند كونفرتد to AC voltage
عند الروتر وعندك. يقول هنا الفولتيه الخارجه من الدي سي من الاي في ار تروح المن للاكسايتر، المن ملفات المجال مانتي للبليستيتر، تتحول الى فولتيه اي سي وين بالجزء الدوار. بعدين هذا شنو الاوتبوت الاي سي شو راح يصير به؟ يتحول الى فولتي، يعني اوتبوت مالت الاي سي يتحول الى شنو؟ الى دي سي من خلال الريكتيفاير، هذا البورد الريكتيفاير تفيد ذا مين فيلد كويز لتغذيه ملفات المجال الرئيسي ماتمان مال الالترنيتر، زين اللي راح تعطيني فولتيه الاي سي الخارجه. هذا العمل مالته ما بي اي شيء، مجرد انه بي عدد مولدات ثلاثه، اللي قبله السابق كان بمولدات اثنين، ويحتمل على الفولتيه المتبقيه وين؟ بالمين روتر او مين فيلد بالاقطاب مالت الحديديه. هالمره لا، هنا اكو مولد اضافي ثالث. طبعا هاي الطريقه هي الاحدث، وهي تعتمد علي من على حجم المولد والتقنيه مالته الحداثه مالته. عاده هاي التقنيه الاحدث، وطبعا هذا كله يعتمد على السعر وعلى التقنيه وعلى الامكانيات الى اخره. زين اللي هنا انتهت محاضرتنا اللي هي محاضره 20، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.